لما تفرح بيبان في عينيك، ولو زعلت أول حاجة بتتأثر فيك. العين أقل حاجة ممكن تأذيها، علشان كده لازم نحافظ عليها ونراعيها. مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك. إيجي ليزك أحدث وسائل علاج ضعف الإبصار على مستوى العالم. الليزك التفصيلي، الليزك عالي الدقة، الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل، السوبرا كور، عمليات زرع العدسات وعلاج المياه البيضاء بالموجات الصوتية، والفيمتو ليزر أحدث وأدق التقنيات لعلاج القرنية المخروطية وعلاج الجلوكوما وارتفاع ضغط العين، حقن الشبكية والجسم الزجاجي وعلاج مضاعفات مرضى السكر. مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك. إيجي ليزك، مستقبل علاج ضعف الإبصار الآن في مصر. عرض خاص على عمليات تصحيح الإبصار الليزك لفترة محدودة. السؤال الآن بيقول بقى، طيب الدكتور اتكلم عن الليزك واتكلم عن الفيمتو الليزك على الدقة والفيمتو ليزك وأنواع متعددة، لكن هل هناك شروط معينة للدخول في هذه العمليات؟ يعني هل هناك شروط تنطبق على الفرد ده أو على الفرد ده أو على الفرد ده عشان ده يعمل ليزك عادي أو ده ليزك على الدقة أو ده يعمل الفيمتو ليزك؟ اتفضل يا دكتور. في شروط عامة وشروط خاصة. اتفضل. الشروط العامة، ودي حاجات ما ينفعش فيها أصلا الجدال ولا النقاش. ايه هي؟ أول حاجة ثبات ضعف الإبصار. يعني احنا ما ينفعش واحد لسه يكون نظره بيضعف، زي انه يكون مثلا عن 13-14 سنة ويجي بابا او مامته عاوزين يعملوا له ليزك. الكلام ده غير مقبول. ليه؟ انك لو عملت في السن ده هيجي بعد شوية النظر يضعف تاني. طب امتى سن الثبات؟ في غالبية البشر من سن 18-20 سنة بيثبت النظر، يعني زي ما نمو جسمنا بيتوقف العين خلاص بدأت حجمها يثبت، تحدب قرنيتها يثبت، إلا في بعض الأمراض زي القرنية المخروطية أو نوع من ضعف النظر اللي اسمه البروجريسيف، اللي هو بيحصل في قصر النظر الشديد وخصوصا الوراثي. يعني غالبية البشر بيحصل عندهم ثبات في النظر عند سن من 18-20 سنة. السن ده ينفع نتخذ فيه قرار إن احنا نعمل ليزك؟ طيب ينفع أول ما واحد يخلص ثانوية عامة عاوز يقدم في الكلية أو حاجة ومحتاج ضروري يعمل العملية؟ ده الاستثناء الوحيد اللي ممكن. ليه؟ لانه المريض جاي هو بمزاجه من غير زعل. انا عارف ان اللي بيتكلم فيه ده كلام مش المفروض يتقال، بس احنا دلوقتي اكتشفنا ناس كتير جدا بتيجي يقول لي انا عاوز اعمل عمليه عشان اعدي بيها اختبار الكليه العسكريه من غير ما حد ياخد باله. في فعلا نوع كده من الليزك اسمه البي ار كي او الليزك السطحي، لكن بقول له بمنتهى الامانه انت بتعمله على مسؤوليتك عشان في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان ممكن نظرك يضعف تاني، لان احنا ما عندناش حاجه يعني تؤكد ان نظرك ثبت، انت بتعملها بدري شويه. الحاجه الثانيه ان هم لو اكتشفوا بعد شويه في الكشف الطبي بعد كده لما تخش انك عامل عمليه نتيجه تصوير القرنيه باي حاجه، هيعرفوا في الاخر انت متحمل المسؤوليه، فاحنا بننصح. طيب يبقى عن سن 18 سنة ل20 سنة بيثبت النظر، وده أهم شرط. الشرط التاني، احنا عندنا حدود معينة بنشتغل فيها، يعني مش كل الناس اللي بيجوا لنا عندهم ضعف النظر ينفع ليهم عملية الليزك. يعني ايه؟ في حالات قصر النظر ممكن نصلح لحد 14 درجة، يعني ماينس 14، لكن كل ده متوقف على الشرط اللي هنقوله بعد شوية. في حالات طول النظر كان لحد زائد 6، ودلوقتي تطور الجهاز عندنا بفضل الله ان احنا بنعالج لحد زائد 8. في الاستجماتيزم ممكن لحد ناقص او زائد 7. احنا الكلام ده مختلف عن اللي كنا بنقوله في اول الحلقات. تخيل في ايام كل حاجه بتتغير في ايام، وبفضل الله بفضل الله اللهم لك الحمد ان الواحد بيحب شغله جدا، فانا متابع جيد. يمكن انت عارف يعني بفضل الله كمان انا بشتغل يعني في اماكن كلها فيها ناس من عظماء طب العيون في الشرق الاوسط في المنطقه العربيه، بفضل الله ما زلت بستفاد من يعني بجد. يعني انا بفرح جدا لما بقعد مع الناس دي ان فعلا في كفاءات في مصر تضاهي بل تتفوق على بعض المستويات على مستوى العالم، ودي حاجه فعلا احنا بنفخر بيها. يبقى احنا عندنا حدود معينه لقصر النظر ماينس 14، طول النظر زائد 8، الاستجماتيزم لحد زائد او ناقص 7. شوف انا حافظ الكلام القديم خلاص ده تغييره. طيب الحاجه الثالثه ان ما يكونش العين نفسها فيها مشكله. يعني ايه؟ يعني مش كل اللي نظره ضعيف ينفع له ليزك. ليه؟ ان احنا بنعالج فقط النظر اللي بيخف او بيتحسن باستخدام النظارة او العدسة. يعني اللي عندهم قصر نظر او طول نظر او استجماتيزم او حصر بصر ومحتاجين يستغنوا عن النظارة، لكن المية البيضة ما تنفعش، المية الزرقاء ما تنفعش، او الجلوكوما، يعني عتامات القرنية، كل حاجة من دول ليها حل لكنه لا يصلح اجراء عملية الليزك. الناس اللي عندهم مشاكل في العصب او عندهم مشاكل في الشبكية، كل الحاجات دي تمنع ان احنا نعمل عملية الليزك.
طيب بعد كده بنعمل تخطيط لسطح القرنيه عن طريق كاميرا اسمها الاوربسكان او البنتاكام، بتقول لنا سطح العين الامامي وسطح العين الخلفي وسمك القرنيه واذا كان فيها مشكله ولا لا. بناء عليه بقى بنبدا نختار نوع الليزك المناسب للشخص ده. شوف احنا مرينا بكام شرط، ان السن يكون مناسب، ان حدود معينه لطول النظر ما يكونش العين فيها مشكله، وعملنا سمك القرنيه والتخطيط وطلع في الاخر ان احنا نقدر نختار لك النوع الفلاني. ينفع لك ليزك عادي، ينفع لك ليزك تقليدي، ينفع لك ليزك سطحي، ينفع لك الفيمتو، ينفع لك الفيم سمايل، او لو كان حد سنه كبير وحابب يخلص من نظارتين اللي هم المشي والقراءه، بنعمل دلوقتي زي ما قلت لحضرتك تقنيه اسمها السوبرا كور او يعني ضعف النظر مع تقدم العمر. يبقى احنا مرينا بشروط ومرينا بفحوصات، وبعد ما تمت الفحوصات قلنا لك قدامك اهو الاختيار. لو انت الدكتور قال لك انت ده المناسب مجبر انك تعمله، لو قال لك اختيار يبقى خلاص انت الحمد لله من ضمن الناس اللي كل حاجه عندهم كويسه جدا، انسجه القرنيه سليمه، سطح العين كويس، سمك العين يسمح ان احنا نعمل اي اجراء، مفيش فيه مشكله وبالتالي مفيش اي خطوره بعد كده. لكن ثق ان احنا لما نقول لك انت محتاج الليزر السطحي، هو الليزر السطحي بيفرق في ايه؟ انه بيشتغل على سطح العين بعد القشر، فبيخلي النظر كويس لكنه بيسبب الم بعد العمليه لمده يومين، ده الفرق، لكنه أأمن وأحسن وألطف، وبعد كده بيبقى على المدى البعيد ملوش تأثير. في نهاية هذا اللقاء الجميل أشكر باسمكم الدكتور عصام حسن استشاري جراحات العيون والليزك، شكرا لي يا دكتور. شكرا لك يا سيدي. أسعد الله يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجي ليزك، خبراء علاج ضعف الإبصار في مصر والوطن العربي.